محطات الوقود الجوالة ظاهرة انتشرت في الشمال السوري لتقوم بوظائف محطات الوقود المرخصة. هذه المحطات تقدم خدماتها بمنتج رديء وسعر باهظ، وهي مصدر السكان الرئيس من الوقود من بنزين وديزل. مازوطات مكرر، ما نعرف مصدرها من وين، وما نعرف شو مصدرها. عم يجينا من هالمحطات من هالداخل ويجيبوا ناس تبيع للناس، الى ما توصل هون تصير اسعارها فوق الريح، يعني العالم كله فقير، المنطقه بحاجه مازوت والتراكتورات والاليات. المحطات الجواله تحصل على المشتقات من مصاف انشئت محليا، ورغم ان عمل هذه المصافي محفوف بالمخاطر ومنتجاتها تضر بالبيئه والانسان، الا انها انتشرت على نطاق واسع. هذه واحده من محطات التكرير التي تعمل بطريقه مدهشه لانتاج المشتقات النفطيه. احمد يزود خزان محطته بنحو 350 لترا من النفط الخام، ثم يبدا عمليه الطبخ باشعال النار ورفع حدة لهيبه حول الخزان حتى يتحول النفط إلى بخار، ثم يتدفق الماء على الأنبوب الناقل للبخار للمساعدة في تكثيفه. ينتظر أحمد 20 دقيقة قبل أن يتدفق البنزين، يليه المشتقات الأخرى. بالنسبة لمادة البنزين، أول مادة، ثاني مادة تطلع عندنا مادة الكاز، آخر مادة مادة المازوت. بالنسبة لمادة النفط تجينا عن طريق من دير الزور، في آبار نفطية سيطر عليها الجيش الحر وبلش توزيع على المواطنين للاكتفاء الذات. حاوية النفط أثناء التسخين أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت وتودي بحياة من يعمل في المصفاة، هذا عدا عن كميات الغازات التي تنبعث من عملية الاحتراق وتشكل خطرا على الصحة. يحصل أحمد على حوالي 700 لتر من المشتقات النفطية إذا عمل على مدار اليوم، ثم يرتاد عليه التجار الذين يقومون بشراء هذه المنتجات وبيعها في أسواق المنطقة. من شمال شرقي سوريا، جمعة كاش، العربية.